سلام عليكم يا أستاذ أحمد. عليكم السلام يا أستاذ عبد الناصر، أهلا بيك وأهلا بكل الناس اللي بتتابعنا في كل مكان ومنور الدنيا. ربنا يخليك يا أبو حميد. يعني لا يمتلك الأهلاوية إلا مساندة الفرقة بكل ما أوتوا من قوة، ولكن الأخبار السيئة بتسد النفس. يعني غياب تاو النهاردة، أيوه قيل إن هو ربما يزيد عن 9 مباريات، وعلي معلول ظهوره واضح جدا انه غير مكتمل اللياقه البدنيه، وامور كلها يعني. والكابتن محمود الخطيب ارتباطه مع البروفيسور الطبي بتاعه اجبره على الاعتذار عن الذهاب الى رئيسا للبعثه، وخالد مرتجي تولى رئاسه البعثه بدلا من الخطيب. يعني كل الأخبار دي بتحسس الأهلاوية إن هذه النسخة لن تكون الأفضل معهم في كأس العالم للأندية. يعني انا متفق معاك يا استاذ عبد الناصر، ويمكن ده شعور معظم الاهلاويه. خلينا متفائلين وكل حاجه، ولكن في شواهد طبعا مع انشغال كمان لاعبي المنتخبات الافريقيه في كاس الامم الافريقيه، ومتوقع طبعا عودتهم في حاله ارهاق واضحه جدا في الوقت. انت لو بصيت على مونتيري المكسيكي مثلا، يعني المنافس النادي الاهلي، خلاص هو وصل الامارات وبادي معسكره من بدري، والناس جاهزه وبتستعد والدنيا ما فيش احسن من كده يعني. ولكن يعني بالفعل انا متفق معاك، حاله الاصابات، حاله الغيابات، معنويا حتى عدم تواجد الكابتن محمود الخطيب لظروف يعني ارتباطه بطبيبه الخاص وهنتكلم فيها، كل دي شواهد طبعا مع مساله تجديد موسيماني، مع هتلاقي بتحط نفسك مواقف او علامات كثيره جدا جدا. ولكن يعني مش عايزين نقف على الامور دي، لان لو وقفنا كده مش هنكمل، فلازم نتجاوز، لازم نتفائل. وده حتى كلام موسيماني بالمناسبه يعني مع اللعيبه في تمرين يعني اللي انتهت منذ ساعات وقبل لقاء البنك الاهلي، ان دي المجموعه المتاحه واحنا بنلعب باسم النادي الاهلي، وعلينا حمل كبير لازم نكون قد ونثبت لجماهير النادي الاهلي احنا قده، واحنا رايحين بطوله دوليه لازم نشرف الكره الافريقيه. يعني ابتدى يتكلم في حته ان فعلا انت لازم تعمل اللي عليك وزياده علشان تعوض الغيابات وتعوض الاصابات وتعوض حتى بعد بعض اللعيبه عن اللياقه البدنيه حتى ولا الذهنيه. ف يعني نتمنى الفتره اللي جايه شويه بشويه كده، الايام يعني يوم عن يوم الامور الفنيه تكون احسن في النادي الاهلي. انت ابتديت بموضوع مهم، يعني بيرسي تاو النادي الاهلي النهارده يعلن اصابته بتمزق في العضله الاماميه، والغياب هيصل الى شهر، وبالتالي انت بتتكلم يعني غياب بيرسي تاو عن كاس العالم للانديه. هتحط بقى يفتح قوس كده، يعني بيرسي تاو مش موجود، بدر مش موجود، اكرم توفيق مش موجود، صلاح محسن مش موجود، الصاعد احمد نبيل كوكا مش موجود، حمود متولي مش موجود، كهربا طلع اعاره، حسام حسن لسه موقفه مش متحدد هو ومحمد محمود، وبالتالي يعني لسه حتى كمان اللعيبه الدوليين انت ما تعرفش هيبقوا عاملين ازاي، سواء حتى علي معلول ولا الشناوي ولا ايمن اشرف ولا السوليه ولا حمدي فتحي ولا محمد شريف، كلنا منتظرين طبعا مصير المنتخب المصري من لقاء مع المنتخب المغربي، ونتمنى المنتخب التوفيق اليوم. ولكن انت لو بتتكلم خلاص الاهلي مسافر كمان ساعات، فالامور مش في احسن حال. فلكن خلينا نكون متفائلين باذن الله الامور تكون احسن واحسن، الامور تكون افضل، هذا ما نتمنى. ولكن انا معاك، خلينا كده نقول اللعيبه اللي تاكد غيابها عن كاس العالم للانديه النهارده هو بيرسي تاو، شد في العضله الاماميه بالاضافه لبدر بانون طبعا بسبب التهابات ما بعد الكورونا والتهاب في عضله القلب، اكرم توفيق رباط صليبي، صلاح محسن يعني عنده للاسف يعني اجرى جراحه في وجه القدم، احمد نبيل كوكا ما زال يعاني من طبعا يعني التهابات ما بعد الكورونا ايضا، محمود متولي لسه الاصابه العضليه مكمله، يرجع من قطر خلال ساعات بالمناسبه، محمود كهربا طلع اعاره للدوري التركي مش موجود، حسام حسن لسه عنده شد هو محمد محمود، نتمنى يلحقوا الاثنين دول. فانت بتتكلم غيابات كثيره جدا جدا جدا. ما زال الاهلي بينتظر طبعا اليو ديانج هيصل خلال ساعات، علي معلول على طول في تواصل معاه بعد خروج المنتخب التونسي، وهناك تنسيق باذن الله يكون موجود في القاهره خلال ساعات علشان يلحق ببعثه المنتخب او النادي الاهلي للمسافر للامارات. فانت بتستعيد ديانج، بتستعيد معلول، طبعا مرهقين، مرهقين، كان بيلعبوا بطوله افريقيه صعبه وفجوه صعبه طبعا،
وفي انتظار بقى موقف الشناوي وايضا اشرف والسوليه وحمدي كدسي ومحمد شريف، نتمنى لهم التوفيق مع المنتخب المصري. ولكن هي دي الظروف للاسف ان الاهلي بيعاني منها. للاسف يعني الاهلي محطوط في موضوع صعب شويه، الامور مش احسن حاجه، ولكن يعني للاسف الاهلي مجبر على انه يتعامل مع هذا الامر، والنادي الاهلي بيحاول يتجاوز مثل هذه الامور. النهارده بعثت مونتير المكسيكي يعني منذ ساعات طارت للامارات، هتصل خلال ساعات زي ما هم كتبوا، هيصلوا الساعه 8 من مساء الاحد، والناس بتتكلم ان هو سافر بدري ويستعد بدري للقاء النادي الاهلي بطل افريقيا، فالناس واخده استعدادات بشكل كويس جدا جدا جدا. انا بتكلم على بعثه مونتير المكسيكي، بتتكلم لما تبقى يوم 30 موجوده في الامارات ومعظمهم كاملين العدد، حتى في بعض اللعيبه الدوليين بقوا موجودين معاهم، اعتقد الامور مختلفه يعني. لكن النادي الاهلي ما زال يعاني طبعا من التداعيات. النهارده يمكن اول مره يعني شفنا الكابتن فهد عبد الحفيظ مدير الكوره بيتكلم على تصريحات احمد نجاه اللي كلنا اتكلمنا وقلنا عليه، وقلنا ان خلاص احد المسؤولين تحدث عن حل الازمه. النهارده او منذ ساعات الكابتن فهد عبد الحفيظ قال لا اعلم الهدف من هذا التصريح، هل هو كان عنده معلومه ولا كان مش عايز يوضح الموقف، هل هو كان بيقول كده وخلاص. الاهلي يوجه بيان شكر لان عندك مسؤول في اتحاد الكوره بيقول، وبالتالي طالما مسؤول بيتكلم من المفترض ان المعلومه تكون صحيحه. هل هو كان عنده معلومه ولكن مغلوطه؟ هل اتغير حاجه بعد كده؟ يعني بيقول الامور مش واضحه للاسف يعني. وطبعا ده مأثر على النادي الاهلي ومأثر على يعني جاهزيه النادي الاهلي طبعا في هذه البطوله، ولكن في كل حال من الاحوال الاهلي يسابق الزمن طبعا قبل السفر لكاس العالم للانديه سواء في اكتمال اللعيبه او كده. خليني يعني طالما اتكلمنا على كاس العالم للانديه يعني عشان بس برضو الناس تبقى داخله، المفروض الاهلي داخل في معسكر مغلق، المعسكر هيمتد، هو داخل في معسكر مغلق عشان مباراه البنك الاهلي اليوم الساعه 2 طبعا في اخر مباراه النادي الاهلي في كاس رابطه، هيمتد المعسكر على طول لحد السفر الى الامارات يوم الاثنين، الى السفر الامارات يوم الاثنين. المفروض هيتعمل كمان مسحه قبل السفر علشان يطمئن على سلامه البعثه بالكامل. يعني المفترض هيكون تقريبا معظم اللعيبه متواجده مع بعثه الفريق. القائمه بشكل نهائي موسيماني هيعلن عنها بعد مباراه البنك الاهلي. برضو خلينا نوضح ان علي معلول واليو ديانج هيكون موجودين مع بعثه النادي الاهلي عشان برضو الناس تكون واضحه. كابتن محمود الخطيب للاسف مش هيكون رئيسا لبعثه النادي الاهلي، زي ما اعلن النادي الاهلي ان تم ابلاغه مؤخرا بوصول البروفيسور الاجنبي اللي بيتابع حالته الصحيه للقاهره في بدايه شهر فبراير، وبالتالي عليه يكون موجود. وتم تكليف المهندس المرتجي اللي هو امين الصندوق يبقى رئيس للبعثه، هو كده كان هيكون متواجد في البعثه، ولكن رسميا المحترم المهندس خالد مرتجي امين الصندوق هو رئيس بعثه النادي الاهلي، وهيكون موجود كمان معاه الاستاذ طارق تمجيل، هيكون موجود معاه حسام غالي، الاستاذ جمال جبر، حنان الزين، امير توفيق، يعني هناك بعثه ايضا من المركز الاعلامي. الناس بتتكلم على فكره التسويق والاستفاده من المشاركه في كاس عالم للانديه من النواحي، يعني مش بس حتى التواجد، لا من الناحيه الاعلاميه، من الناحيه التسويقيه، الاهلي عايز يبقى فيه يعني استفاده بشكل كبير من كاس العالم للانديه. فان شاء الله باذن الله الاهلي يسافر يوم الاثنين في رحله، نتمنى لهم التوفيق باذن الله يعني، ونتابع مع حضرتك كل يوم كل ما هو جديد باذن الله مع بعثه النادي الاهلي في الامارات. خليني اتكلم برضو يعني ما قبل السفر، الاهلي يمكن بيحاول يسابق الزمن زي ما انا قلت بالامس انه يرجع يعني محمد عبد المنعم ويرجع احمد رمضان بكم المعار لسموحه، ومحمد عبد المنعم المعار لفيوتشر، وابتدى يكون في مخاطبات رسميه لسموحه ولفيوتشر لاستعاده الثنائي. اعتقد هيكون في تمسك طبعا من كلا الناديين سواء سموحه وفيوتشر باللاعبين. خلينا نشوف الامور هتوصل ازاي، ولكن الاهلي زي ما انا بقول يسابق الزمن علشان يعني الامور تكون افضل وافضل وافضل يعني. برضه خليني برضه اطمن الناس على الشناوي شويه، لان الشناوي يمكن حصل كلام كتير ولغط كتير، لكن خلينا نوضح الشناوي برضه الشد اللي عنده في العضله الخلفيه حتى هذه اللحظه، يمكن هو بيواصل برنامجه العلاجي وابتدى على طول
ولكن الشاب في العضله الخلفيه برضو يمكن هو كان متحامل على نفسه بشكل كبير. دكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب يعني قال ان اتعمل اشعه ما قالش مده الغياب لسه، يعني فكره ان الشناوي هيلحق بكاس العالم في الامارات او حتى يلحق ما بعد في حاله فوز المنتخب المصري على المغرب هيلحق مشوار المنتخب ولا لا، كل دي امور لسه ما زالت غامضه. فحتى فكره ان الشناوي يلحق لسه الامور محل شك. طبعا احنا نتمنى الشناوي يلحق البطوله وان شاء الله الامور صعب يا احمد عشان نبقى منطقيين، لان حتى انا عارف لا لو وصلنا حتى لنهائي افريقيا الشناوي لن يكون في حراسة مرمى المنتخب، فالموضوع بتاع الشناوي صعب شيله من الحسابات خالص. عندك حق عندك حق. انا عايز برضه اوضح ان على هامش السفر للامارات يمكن الموجود الاستاذ طارق امنيل، موجود كمان يعني محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات في النادي، ومريان ديمتري نائب مدير التسويق مع انيس توفيق، هم بيحاولوا برضه على هامش البطوله يبقى في استفاده من الناحيه التسويقيه مع بعثه النادي الاهلي المتواجده في الامارات، فكره تواجد اكاديميات للنادي الاهلي في الامارات، الترويج وتسويق عضويات النادي الاهلي حتى في الامارات، وتعريف الجاليه المصريه في الامارات بفروع النادي في الشيخ زايد والتجمع. يعني النادي الاهلي واخد على حتى في فكره التواجد في الامارات على عاتقه العديد من الامور. طالما اتكلمنا على الشناوي برضه خلينا اوضح يان كونيش المدرب حراسه المرمى، يمكن هو طلع اتكلم في تصريحات رسميه وقال احنا بنتطلع لعودته، عنده شد في العضله الخلفيه ان شاء الله يشفي منها سريعا، والشناوي قادر على العوده سريعا، احنا بنثق في قدراته على تجاوز الاصابه. قال لعيبه يعني حراسه المرمى في النادي الاهلي كلهم مستوى واحد، فنتمنى باذن الله التنافس الشريف ده يكون في مصلحه النادي الاهلي طبعا، ولكن اكيد نتمنى الشناوي، عندنا ثقه كمان في كل اللعيبه او حراس المرمى اللي موجودين. عايز اوضح قائمه برضو القائمه اللي اعلن عنها موسيماني في مباراه البنك الاهلي اليوم في الثانيه ظهرا اخر مباراه النادي الاهلي. احنا عايزين نقول بس للناس ان المباراه كانت الساعه 2:30 يا جماعه النهارده الحد، بقت الساعه 2 عشان مباراه مصر الساعه 5 بتوقيت القاهره، فالمباراه الساعه الثانيه ظهرا بتوقيت القاهره. انتوا عارفين البطوله واخده الشكل الودي، وان كانت خدت طابع مهم في التجارب ولكن هي وديه، والمباريات الوديه كده كده بتبقى بدري يعني. ده حقيقي ده حقيقي. فالمباراة في الثانية زورا على ملعب الاهلي ويا السلام، الجولة الأخيرة للنادي الاهلي في هذه البطولة كأس رابطة الودية. موسيماني اختار 31 لاعب، وده فكره انه عايز يبقى المجموعة كلها متكاملة لحد الإعلان عن قائمة كأس العالم للأندية. يعني واخد في حراسة المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومصطفى مخلوق، كل دول حراس مرمى. في الدفاع موجود رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد سيد عبد النبي، كريم فؤاد، محمد نصير، محمد مغربي، ومحمد مغربي والدي موجود مع بعثة النادي الاهلي في الامارات، محمد احمد شرقيه، واحمد اشرف، ومحمود وحيد، ومحمد اشرف. في الوسط بيتواجد محمد فخري، وعبد الرحمن نجاح، مانو، وزياد طارق، ووليد سليمان، وصالح نصر، ورافض خليل، ومصطفى بوسير، وميدي نبيل، وحسين الشحات، وقفشه، طاهر محمد طاهر، وليد ولويس مكسوني، ومحمد هاني، واحمد عبد القادر، وبيعود عمار حمد. في الهجوم احمد سيد غريب ومحمد ياسر. يعني لك ان تتخيل سوء الحظ ان يعني ما عندكش في الهجوم حتى حسام حسن مصاب، كهربا ما بقاش موجود، بواليا مش موجود، فانت بتتكلم معكش غير احمد سيد غريب ومحمد ياسر، وفي انتظار محمد شريف باذن الله يعني من المنتخب ان شاء الله على حسب بقى هيرجع امتى، نتمنى المنتخب التوفيق يعني. وبالتالي موسيماني واخد اللعيبه المتاحه بالنسبه له لحد ما بعد مباراه البنك الاهلي يعلن عن قائمه الفريق اللي هتسافر بشكل كبير باذن الله يعني الى يعني الى الامارات. عايز اوضح برضه طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله يمكن اتكلم عن حاله اكرم توفيق، قال الحمد لله الامور بشكل كويس ماشيه، احد المراكز الطبيه المتخصصه في جراحات رباط الصليبي في المنسا، و يعني الحاله الطبيه كويسه جدا، اتكلم على الحاله المعنويه كمان لاكرم توفيق كويسه جدا، وقال ان يعني الدكتور طمنا على الحمد لله نجاح العمليه بشكل كبير، وده امر بيطمن اكرم توفيق نفسه وبيطمن اللعيبه، واحنا يعني فكرنا اكتر باكتر من مكان قبل اختيار يعني الدكتور اللي هيعمل الجراحه، وفي نفس الوقت كمان المركز الطبي، فنتمنى الشفاء سريعا لاكرم توفيق.
يعني من ضمن الاخبار برضو اللي معانا، يعني يمكن انا بتكلم ان النادي الاهلي بيسابق الزمن، ليه؟ يعني حاول يضم اي مدافع في الفتره القادمه، او بنتكلم بالتحديد على عبد القادر، ولا بنتكلم على يعني احمد رمضان بكام، وده نتيجه النقص العددي. النادي الاهلي برضو في نفس الوقت يعني هو بيتحرك لتجديد بعض اللعيبه علشان اللي عقودها بتنتهي يعني خلال الفترات القادمه، يبقى في يعني محاوله ان كل اللعيبه تكون عقودها ممتده. ويمكن احنا قلنا ده قبل كده، ان النادي الاهلي مش عايز يسيب لعيب عادي يكون باقي فيه سنه ولا سنتين. فيعني النهارده الاهلي بيعلن التمديد تعاقد مصطفى شوبير، وزي ما انا بقول الاهلي دايما حريص يزرع بمصر ان ما يكونش فيه يعني اي لاعب يكون عقده قرب ينتهي يعني. تمام. فكان في جلسه خل... اه كان في جلسه خلال الساعات الماضيه يعني مع مصطفى شوبير، وبالفعل تم تمديد تعاقده حتى 2026، وبالتالي مصطفى شوبير بيجدد تعاقده حتى 2026. الناس بتتكلم ان غزل المحله مهتم بمصطفى شوبير واخبار كتير، ولكن انا بتكلم ان اللاعب تم تمديد تعاقده لحد 2026. النادي الاهلي دايما بيحاول يكون في حاله ثبات حتى في اللعيبه الصاعده. في اكثر من عرض اعاره، انا قلت العمار حمدي، ولكن موسيماني رفض هذا الامر. الساعات الماضية في عروض جت لزياد طارق اللاعب الأهلي الصاعد، ولكن في انتظار رأي موسيماني. أنت بتتكلم في يمكن حتى عروض عربية كمان بالمناسبة، ولكن حتى هذه اللحظة برضو موسيماني لم يبت في الصلة في هذا الأمر. عايز أتكلم برضو عن موضوع تجديد تعاقد موسيماني، ربما يكون بعد مباراة البنك الأهلي وقبل السفر للإمارات، يعني الجديد في هذا الشأن، وربما يعلن موسيماني يعني موافقته على عرض النادي الاهلي ويتم تجديد التعاقد قبل السفر للامارات. هذا هو ما يفكر فيه موسيماني. يعني هو النهارده قدامنا النهارده لحد الماتش، فلا اعتقد، والسفر الاثنين، فيعني سننتظر الساعات القادمه لان ما عادش فيها ايام. النهارده مباراه البنك الاهلي، هل هيحصل جديد في موضوع التعاقد بعد المباراه؟ سنرى، ولكن انا شايف ان الوقت ضاق جدا. الماتش النهارده مع البنك الاهلي الساعه 2، وبعديه ماتش منتخب مصر كله مشغول فيه، وربما يحدث بالليل جديد او تحدث في الامور جديد، سنتابع. يعني انا متفق معاك، لان دي يعني احنا دايما بنتكلم ان مساله التفاوض، ومساله التفاوض ده بيبقى امر رايح جاي، فوارد نلاقي يعني خلال ساعات الامور بتختلف. طبعا انا متفق معاك. يعني برضه يمكن زي ما الاهلي جدد عقد مصطفى شوبير، يمكن بنتكلم على برضه ثنائي الفريق محمد نصير وعبد الرحمن مانو، برضه الاهلي بشكل كبير انا ملف تجديد التعاقد معاهم، ويمكن الاعلان الرسمي هيكون خلال الساعات برضه من اللعيبه الناشئين علشان يقعدوا لحد صيف 2026. يعني محمد نصير ومانو برضه من اللعيبه المميزه جدا، والنادي الاهلي يعني دايما حريص على تمديد عقود اللعيبه. الاهلي يمكن يعني مهتم شويه بالاجراءات الاحترازيه. النهارده دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق على هامش المرام يعني كان في توصيات شديده في اللهجه، يمكن هو كان عامل اجتماع قبل ما يسافر يعني المانيا وقبل منها للنمسا، ويمكن حتى النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم في الموضوع ده تاني. علشان كده الاهلي قال لك خلاص هندخل معسكر مغلق، ومن بعد المعسكر المغلق منها للمطار مباراه البنك الاهلي، ثم الحد معسكر مغلق برضه، ثم السفر للامارات الاثنين، حرصا على ما يكونش في اي اصابات كورونا جديده لا قدر الله في لاعبي نادي الاهلي ما قبل السفر، ساعتها تعمل مشكله وتعمل ازمه. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تبقى افضل وافضل. بالمناسبه مباراه الاهلي والبنك الاهلي هيحكمها مصطفى الشهدي حكم ساحه، يمكن اتحاد الكوره اعلن وانا بتكلم معاك دلوقتي، ومعاه وائل شعبان واحمد بكر حكمين مساعدين، وعمرو رمضان حكم رابع، ومعهم وائل رمضان كحكم للفار، وبيعاونه محمد يوسف. يعني هي مباراه طبعا تحصيل حاصل، ولكن موسيماني كلامه مع اللعيبه النهارده يعني يمكن عايز ياخدها على محمل الجد علشان يعني يطمن على الاخطاء الدفاعيه اللي كانت واضحه في مباراه سموحه الاخيره، والجانب البدني للاسف اللي كان واضح برضه في منتهى السوء في مباراه سموحه الاخيره. عايز الاهلي يعمل مباراه يطمن جماهيره ما قبل السفر للامارات. نتمنى يعني الامور تبقى افضل وافضل. طبعا أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. أنا بشكرك يا أستاذ عبد الناصر، شكرا جزيلا ليك ولكل المتابعين. شكرا، تحياتي ليك.